جلالة الملك عبد الله الثاني يشارك في أعمال القمة العربية التي استضافتها الدوحة اليوم. المعارضة تحتل مقعد سوريا في القمة، والجامعة العربية تطالب بإعطاء المعارضة مقعد سوريا في الأمم المتحدة. فتح وحماس ترحبان بالدعوة القطرية لعقد قمة مصغرة في القاهرة بمشاركتهما. السابعة والنصف من قناة رؤيا، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. بداية نهنئ الشعب الأردني بفوز منتخبنا الوطني لكرة القدم على نظيره الياباني بهدفين مقابل هدف ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن القارة الآسيوية، وستتابعون تفاصيل هذا الفوز التاريخي في النشرة الرياضية. وانتقالا إلى نشرتنا، ترأس جلالة الملك عبد الله الثاني الوفد الأردني المشارك في أعمال القمة العربية 24 المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة عدد من القادة العرب وممثليهم عن الدول العربية. وتأتي القمة لبحث ملفات عدة تتصدرها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية وإصلاح الجامعة العربية. وضم الوفد الأردني المشارك في القمة ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة ووزير الخارجية ناصر جودة وعددا من المسؤولين الأردنيين وسفيري المملكة في القاهرة والدوحة. وهذه مشاهد مباشرة ننقلها لكم من العاصمة القطرية الدوحة لمجريات الجلسة المسائية للقمة العربية 24، كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بانتظار كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني. لحالة الانقسام الفلسطيني الشاذة والتي ألحقت أفدح الأضرار بقضيتنا، ومع ذلك فإننا لابد أن نعود مجددا للشعب ليقول كلمته من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني للخروج من الوضع الراهن. وبالرغم من هذا الانقسام فإننا لم نتخلى لحظة واحدة عن تحمل مسؤولياتنا تجاه مواطنينا وأبناء شعبنا في قطاع غزة، فنحن ننفق قرابة 130 مليون دولار شهرياً من موازنتنا لتسديد الرواتب في قطاع غزة وتقديم الخدمات لأهلنا، وهذا ليس منا، هذا واجب علينا في القطاع المحاصر الصابر الصامد الذي ندعو إلى. وسنعود لننقل لكم مباشرة كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني فور ورودها. وقد تصدرت الأزمة السورية أجندة القمة العربية ليكون الحدث الأبرز فيها تسليم مقعد الجمهورية العربية السورية إلى الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة بحضور رئيسه المستقيل أحمد معاذ الخطيب. مزيد من التفاصيل حول هذه القمة في التقرير التالي. الأمة العربية، الوضع الراهن وآفاق المستقبل هو عنوان هذه القمة، والواقع على الأرض أن الوضع الراهن ينذر بأخطار تهدد مستقبل الأمة، من الصراع في سوريا إلى تصاعد العنف في عدة دول عربية وتفاقم الانقسام في أخرى إلى القضية الفلسطينية التي من فكت تشغل الحيز الأكبر من جداول أعمال القمم العربية على مدى عقود، والتي هي بالإجماع قضية العرب الأولى. تسلمت قطر رئاسة القمة العربية العادية 24 من العراق بعد أن دعا نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي في كلمته إلى تشكيل مجلس أمن عربي لإيجاد حل للإشكالات الأمنية بين الدول العربية، إضافة إلى نقل البرلمان العربي مؤقتا من دمشق إلى بغداد لحين استقرار الوضع في سوريا. العمل على تشكيل مجلس أمن عربي يتولى
حل الإشكالات الأمنية بيننا وفق صيغة يتفق عليها تؤهل الدول العربية لمقاربة قضايا الأمن العربي كله، وبالشكل الذي يكون فيه البيت العربي هو المرجعية والإطار الشامل الذي يتولى حل كل خلاف يقع في أوساطنا بعيداً عن أي تدخلات خارجية. نقترح النقل المؤقت لموقع البرلمان العربي من دمشق إلى بغداد لحين استقرار الوضع في سوريا. أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني استهل تسلمه الرئاسة بدعوة رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد معاذ الخطيب ورئيس حكومة المعارضة غسان هيتو إلى شغل مقعد سوريا في القمة العربية للمرة الأولى، وهو ما كان يفترض أن تقوم به الرئاسة السابقة أي العراق التي تعتبر من الدول التي تحفظت على هذا القرار. ملف آخر فتحته قطر عندما وجهت دعوة لحركتي فتح وحماس لحضور قمة عربية مصغرة بالقاهرة، وبطريقة أثارت الاستغراب والمخاوف على مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية، واستشعارا منا بخطورة استمرار هذا الوضع وانعكاساته من أجل ترتيب البيت الفلسطيني، نقترح عقد قمة عربية مصغرة في القاهرة في أقرب فرصة ممكنة وبرئاسة جمهورية مصر العربية الشقيقة ومشاركة من يرغب من الدول العربية إلى جانب قيادتي فتح وحماس. وتكون مهمة هذه القمة التي ينبغي أن لا تنفض قبل الاتفاق على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وفقاً لخطوات عملية تنفيذية وجدول زمني محدود. كما طالب أمير قطر أن توافق القمة على إنشاء. ننتقل إلى عاصمة القطرية الدوحة لننقل لكم كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني في القمة العربية 24. معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فيسرني أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى أخي سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني وإلى دولتي قطر الشقيقة على استضافتي هذه القمة، كما أتوجه بالشكر أيضا إلى فخامة الأخ الرئيس جلال طالباني عفاه الله والعراق الشقيق على استضافتي القمة العربية الماضية والجامعة العربية وأمينها العام الدكتور نبيل العربي وكوادرها على الجهود التي قاموا بها من أجل انعقاد هذه القمة وتوفير أسباب النجاح لها. أما بعد، فيأتي انعقاد هذه القمة والمنطقة العربية تواجه العديد من التحديات والأخطار، فهي ما زالت تعاني من المضاعفات الخطيرة للصراع العربي الإسرائيلي وعدم إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، ومن جهة ثانية ما زالت الأوضاع المأساوية في سوريا تتصاعد على نحو خطير وتظهر بين الحين والآخر نظر مواجهات إقليمية قد تؤدي لا سمح الله إلى نتائج كارثية، وهناك أيضا التحديات الكبيرة التي تواجهها بعض الدول الشقيقة لترسيخ أمنها واستقرارها وإعادة البناء بعد التحولات التي مرت بها. إن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤوليته في تكثيف الجهود من أجل إعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإحياء مفاوضات السلام للبناء على ما تحقق ومعالجة جميع قضايا الوضع النهائي، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط 4 حزيران عام 1967 وعاصمتها
القدس الشرقية على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والضغط على إسرائيل للتوقف عن إجراءاتها الأحادية التي تشكل عقبة حقيقية أمام تحقيق السلام، وفي مقدمتها مواصلة سياسة الاستيطان في الضفة الغربية التي تهدف إلى تغيير هوية القدس وتفريغها من سكانها العرب، وتهدد الأماكن المقدسة فيها الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى المحاولات الإسرائيلية المستمرة لفرض واقع جديد في ساحات وجنبات الحرم القدسي الشريف. والأردن سيستمر في القيام بواجبه الديني والتاريخي في الحفاظ على القدس ومقدساتها وتثبيت سكانها العرب ودعم صمودهم وضمان إيصال المساعدات لهم والتصدي للمخططات الإسرائيلية بكل الوسائل المتاحة وبالتنسيق مع الأشقاء في دولة فلسطين. ونحن نتطلع إلى مساندة أشقائنا العرب في دعم جهودنا الموصولة لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن التطورات والأحداث المتصاعدة التي تشهدها سوريا الشقيقة تؤكد على الحاجة الكبيرة إلى ضرورة مشاركة جميع الأطراف وبأسرع وقت ممكن في إيجاد حل سياسي شامل ينهي معاناة الشعب السوري ويضع حداً لدوامة العنف وسفك الدماء ويحافظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً. وقد فرضت الأوضاع الخطيرة في سوريا على جميع دول المنطقة وخصوصاً الدول المجاورة عباء كبيرة واستثنائية بسبب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إليها. فقد استقبل الأردن وما زال يستقبل مئات الآلاف من السوريين في ظل إمكانياته المحدودة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها. وهنا التوجه بالشكر والعرفان إلى الأشقاء العرب الذين قاموا بمساعدتنا في جهود استضافة الإخوة السوريين. وختاماً أكرر الشكر لأخي صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني لاستضافة هذه القمة والإعداد الجيد لإنجاحها، والشعب القطري الشقيق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة العربية الأصيلة. وأسأل المولى عز وجل أن يوافقنا جميعا لما فيه الخير لأمتنا العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقلنا لكم كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني في الجلسة المسائية للقمة العربية 24 المنعقدة في الدوحة. في كلمته قدم جلالته رؤيته حيال الملفات الساخنة التي يشهدها العالم العربي ومن أبرزها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية. في موضوع الصراع العربي الإسرائيلي حذر جلالته من نتائج الصراع استمرار الصراع في فلسطين، وقال إن المجتمع الدولي مطالب بتكثيف الجهود لإعادة الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإعادة إحياء عملية السلام وصولا إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس. وأيضا مطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتوقف عن إجراءاتها
أحادية وتهديدها للأماكن المقدسة. جلالته أكد أن الأردن سيواصل القيام بواجبه في الحفاظ على القدس ومقدساتها ودعم صمود شعبها وضمان وصول المساعدات والتصدي للمخططات الإسرائيلية بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين. في الملف السوري قال جلالته إن الوضع في سوريا يؤكد على الحاجة إلى مشاركة جميع الأطراف وبأسرع وقت ممكن لإيجاد حل سياسي يضع حدا لدوامة العنف في سوريا ويحافظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا. وقال جلالته إن الأوضاع الخطيرة في سوريا فرضت أعباء كبيرة على جميع الدول العربية وتحديدا على الدول المجاورة جراء تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، وأشار إلى استقبال الأردن ضمن إمكانياته المحدودة والضغوطات الاقتصادية التي يتعرض لها استضاف أعداد كبيرة من اللاجئين. أيضا قدم شكره للدول العربية التي ساعدت في استضافة وتحمل الأردن لأعباء اللاجئين. ونتابع بالقمة العربية، حيث رئيس الائتلاف السوري المعارض المستقيل معاذ الخطيب قال في كلمة سوريا إن على الولايات المتحدة أن تلعب دورا أكبر من مجرد تقديم المساعدات المالية، كاشفا أنه طلب من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مد مظلة صواريخ باتريوت إلى المناطق الشمالية من البلاد لحماية الشعب السوري هناك. وأضاف الخطيب أنه لم يقصد من هذا الطلب تعزيز الوضع العسكري للمعارضة أو القتال، وإنما لحماية المدنيين وتشجيع من هاجروا أو نزحوا على العودة إلى ديارهم، مشيرا إلى أنه ما زال ينتظر رد كيري على طلبه. ووجه الخطيب دعوة إلى الأمم المتحدة من أجل الحصول على مقعد سوريا فيها أسوة بموقف جامعة الدول العربية، معتبرا ذلك جزءا من إعادة الشرعية للشعب السوري. وناشد الخطيب كافة الدول العربية تسهيل معاملات السوريين في أماكن تواجدهم، محملا الحكومة السورية مسؤولية سداد أي أفق للحوار للخروج من الأزمة. الإخوة، كل ما حصل للشعب السوري لم يلفت الأنظار. هناك من مرر رسائل خجولة، وأنا أصارح شعبنا بهذا الموضوع، يقول هل يمكن تدمير هذه الأسلحة؟ وأقول إن هذا الأمر يقرره مؤتمر وطني جامع، ويمكن أن يحصل برأيي في ظل صفقة كاملة لكل المنطقة تبعد كل أنواع الأسلحة النووية والدمار الشامل. إن المعارضة لن تبيع وطنها أيها الإخوة ويا حكومات العالم. ثالث المحاور، موضوع الإرهاب. هل إرهاب الدولة لمدة سنتين مقبول؟ هل لأحد وجه أن يتحدث عن الإرهاب وكل يوم يذبح الشعب السوري تحت سمع العالم وبصره؟ يقول نحن لسنا ضد الشعب السوري ولكن ضد المتطرفين الأجانب. أنا لا أدري هل الأمر حقيقة متعلق بكونه أجنبياً أم بلحيته. ماذا عن آلاف الخبراء الروس والإيرانيين ومقاتلي حزب الله؟ كل هؤلاء من أهل البلد؟ رحبت حركتا فتح وحماس بدعوة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى عقد قمة عربية مصغرة في القاهرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية بحضور الحركتين وبمشاركة من يرغب من الزعماء العرب. وأكدت حركة حماس في بيان صحفي ترحيبها بدعوة أمير قطر قائلة إنها تنظر بإيجابية لهذا المقترح، ومشيرة إلى أنها تدعم كل الجهود المصرية والعربية والإسلامية لإنجاز ملف المصالحة الفلسطينية. من جهته قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات إن حركة فتح ترحب بالاقتراح القطري وبأي جهود عربية تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني. يعني كل اقتراح يؤدي إلى وحدة الصف الفلسطيني أو العربي إحنا معه بالمطلق بالكامل يعني. والاقتراح أن تكون القمة في القاهرة أيضا هذا جانب إيجابي كثير، لأنه مصر هي التي ترعى هذا الأمر منذ الانقلاب الذي وقع في حزيران من 2007. بالتالي لا يمكن الخروج عن الدور المصري،
ولكن مشاركة أشقاء آخرين كتير مهم، على الأقل تلغي التدخلات، تلغي ربما السلبيات اللي كانت سابقا، وتضع القيادات أمام مسؤولياتها الوطنية. هذا يساعد الرئيس أبو مازن على إنجاز المشروع الذي يعتبره أولوية فلسطينية بتحقيق الوحدة الصف الوطني الفلسطيني. ولمتابعة حيثيات كلمات الزعماء العرب خلال جلسة القمة الصباحية وما نتج عنها من قرارات، معنا عبر الهاتف رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية الأستاذ جابر الحرمي. أستاذ جابر مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا فيكم. أهلا. نبدأ من انعكاسات تولي الائتلاف السوري المعارض مقعد سوريا في الجامعة العربية، ما هو مصير السفارات السورية في العواصم العربية؟ بمعنى هل هو قرار ملزم لقطع العلاقات مع النظام السوري؟ أعتقد أن الدول العربية في الاجتماع الوزاري بالقاهرة اتخذت خطوة الاعتراف بالاتحاد بالائتلاف، وهناك دول عربية بالفعل قامت بتسليم سفارات بصورة فردية إلى الائتلاف. قطر قامت بتسليم، هناك بريطانيا، فرنسا أيضا، وتم الإعلان عن أسماء لسفراء الائتلاف. الأمر متروك بصورة فردية، كما هو أيضا التسليح عندما تم الإعلان عن في الاجتماع الوزاري بالقاهرة. لذلك عندما تم الاعتراف أعتقد أن هذا حق طبيعي أن يتبع أمر آخر فيما يتعلق بالسفارات، المقار الدبلوماسية، خطوة تلقائية باعتقادي. أستاذ جابر، ننتقل إلى الدعوة القطرية لقمة عربية مصغرة في القاهرة بمشاركة حركتي فتح وحماس، يعني هل هذا يؤشر على ثنائية تمثيل الشعب الفلسطيني حاليا؟ أبدا، لكن وجود هذا الانقسام يؤثر على القضية الفلسطينية عالميا وفي المجتمعات وفي المحافل الدولية. أعتقد أن وجود غزة ووجود الضفة منقسمتين ووجود هذا الانشقاق وهذا الانقسام ليس في صالح القضية الفلسطينية التي هي بأمس الحاجة إلى الدعم الدولي، بحاجة إلى أن نحشد لها كل الطاقات من أجل أن يكون لها حضور أكبر في المحافل الدولية. كيف يمكن أن يتم دعم القضية الفلسطينية في حين أن الفلسطينيين بأنفسهم مختلفين ولديهم انشقاق ولديهم صراعات داخلية؟ لذلك هذه الدعوة وهذه القمة، وألا ينفض هذا المؤتمر إلا بإيجاد حل نهائي لهذا الانقسام، هي دعوة مطلوب أن توضع بأسرع وقت وتترجم على أرض الواقع، وأن يتم فعليا عقد هذا المؤتمر بالقاهرة وبرئاسة مصر، على اعتبار أن هي ذات الدور الأبرز والتأثير الأكبر. نعم. في القضية الفلسطينية، لكن لا يعني أن تتخلف الدول العربية وأن تترك هذا الملف لدول محدودة ومن ثم تقول أو تنأى بنفسها كما يعني ترغب بعض الأطراف. نعم. الأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية، شكرا جزيلا لك. وللوقوف على صميم المشهد في القمة العربية، معنا على الهاتف الزميل الصحفي عمر محارمي المتواجد حاليا في الدوحة. أستاذ عمر يعطيك العافية. الله يعافيكم، أهلا وسهلا. بداية، لماذا تقرر إنهاء القمة اليوم وليس غدا؟ يعني هو حسب البرنامج اللي كان موضوع مسبقا للقمة، كان المفترض أن تستمر ليومين، تختم أعمالها مساء غدا، لكن لارتباطات عدد من القادة العرب ورغبتهم في مغادرة الدوحة اليوم تم اختصار البرنامج وعقد كافة الجلسات، وهذا اليوم لتختتم القمة هذا المساء هذه الليلة. أستاذ عمر، هل ظهرت أي خلافات بين الدول خاصة فيما يتعلق بالملف السوري؟ لا شك، يعني كان التباين واضح في الجلسة الصباحية في كلمة أمير دولة قطر ونائب الرئيس العراقي، حيث كان هناك تباين واضح في الموقفين من الموضوع السوري ومنح مقعد سوريا للائتلاف الوطني السوري المعارض. العراق ومعه لبنان والجزائر تبنوا موقف، قالوا أنه
يستند إلى ميثاق جامعة الدول العربية في المادة الثامنة الذي يمنع التعامل أو العمل على إنهاء الأنظمة في أي دولة عربية. فيما تبنت قطر موقف باعتبار أنه صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب قرارات سابقة تعتبر الائتلاف الوطني ممثل شرعي للشعب السوري. نعم أستاذ عمر، هل هناك أي قرارات من المنتظر أن تصدر غير تلك التي وردت في مسودة البيان الختامي؟ أعتقد أنه نفس القرارات اللي جاءت في مسودة البيان الختامي هي، وهي أهمها كان بخصوص دعوة مجلس الأمن لإصدار قرار بوقف إطلاق النار في سوريا وإرسال قوات حفظ السلام إليها تمهيدا لإجراءات نقل السلطة من رئيس بشار الأسد إلى حكومة انتقالية. القرار المهم أيضا الذي سيصدر عن القمة يتعلق بصندوق القدس اللي سترصد للدول العربية مليار دولار، أعلنت قطر مسبقا عن تبرعها بربع مليار منها، وسيخصص لدعم صمود أهالي المدينة القدس ومجابهة مشاريع التهويد فيها. نعم الصحفي عمر المحارمي من القمة العربية في الدوحة، شكرا جزيلا لك. وتتابعون الليلة في برنامج نبض البلد حلقة بعنوان بدء أعمال القمة العربية. ضيفاء الحلقة الدكتور محمد الحلايقة والوزير الأسبق والأستاذ علي العايد رئيس مجلس إدارة صحيفة الرأي. العالم وآخر ما شهده من أحداث في التقرير التالي. كشفت سلطات الجمارك في دبي أن تجارة الإمارة مع إيران تقلصت بمقدار الثلث في عام 2012 من نحو 7 مليارات دولار العام الماضي بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في أواخر 2011 على طهران حول برنامجها النووي المثير للجدل الذي جعل تعامل البنوك حول العالم مع المؤسسات الإيرانية محفوفاً بالمخاطر. أعلنت الحكومة الليبية عزمها على تكرير كميات من نفطها الخام في المصافي المصرية لأجل دعم الاقتصاد المصري الذي تداعى بسبب انخفاض احتياطات النقد الأجنبي وتراجع السياحة وتفاقم عجز الميزانية والاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد. هددت كوريا الشمالية بضرب القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان وفي غوام رداً على تحليق القاذفات الأمريكية B-52 فوق كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أنه لا يمكن السكوت عن قيام الولايات المتحدة بتدريبات على شن ضربات نووية تستهدف الأمن. رغم أن النفط والغاز والفحم الحجري تعتبر من المواد الضرورية لبقاء الإنسان، إلا أن علماء بريطانيون حذروا من أن ارتفاع معدل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي سيؤدي إلى مزيد من الفيضانات والجفاف خلال السنوات 25 المقبلة. وننتقل مرة أخرى إلى العاصمة القطرية الدوحة لننقل لكم مشاهد من الجلسة المسائية للقمة العربية 24. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، معالي الدكتور نبيل العرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بادئ ذي بدء أن أتقدم بخالص الشكر وعميق الامتنان إلى دولة قطر الشقيقة حكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الوفادة اللذين خضيت بهما والوفد المرافق لي منذ وطأت أقدامنا أرض الدوحة المضيافة، كما لا يفوتني أن أشيد بحسن التعظيم الذي أحاط بقمتنا 24، ويطيب لي كذلك أن أتقدم بالشكر والتهنئة إلى أخينا فخامة الرئيس جمهورية العراق الشقيقة على الحكمة والتبصر اللذين أدار بهما مجلسنا على امتداد الدورة المنصرمة.
والشكر موصول إلى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأخي الدكتور نبيل العرب على الجهود القيمة التي ما فتئ يبذلها من أجل الارتقاء بالعمل العربي المشترك. وكما ذكرنا سابقا، من المقرر أن تختتم أعمال القمة العربية 24 المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، أن تختتم هذه الليلة. أخباركم بما فيها من قديم أو جديد، شخصية أو عامة، لها من الأهمية لتحجز مكانا دائما في نشرتنا. لنتابع. سمعت بدهم يوزعوا علينا حشيش صحيح؟ اسمح لك بتضحك. أحسن خبر سمعناه لما الوافدين سبت المصريين يشتغلوا عاد. يعني البندورة وصلت لثلاث ليرات وأربع دنانير. البطاطا كمان نفس الشيء. المواد اللي استعملها الإنسان هنا والأولاده وإله كذا ارتفعت. والله اليوم في حملة كانت من قبل قوات الدرك بإزالة البسطات عن الشباب بالوحدات، وإحنا نطالب الحكومة أو الناس المختصة بهذا الشيء بفتح الشوارع، فتح الدخلات بحيث المواطن يمر بحرية. كمان الأمة العربية الموجودة في الدوحة. سمعنا مؤتمر القمة في الدوحة اليوم ابتدى، والله يوفقهم وإن شاء الله فيهم الخير إن شاء الله. أسواق عاطلة، واليوم السوق زاد عطالة من قبل المباراة، العالم متجهة كلها للمباراة. طبعا الجميع متمني المنتخب انه ايش يفوز ويتأهل، ماشي، وان شاء الله خير يا رب. قمة الدوحة لرؤساء العرب راح يجتمعوا طبعا عشان حل قضية سوريا وفلسطين. مباراة الأردن مع اليابان ان شاء الله بنتوقع انه النتيجة تكون 2-0 للأردن بإذن الله. والله هذا السوق يا أخي انضرب من وراء السيارات والمولات والدكاكين، وبطل فيه بيع مثل الأول. هسا البسطة بتبيع ب20-30، وأجار بسطات كل واحد عليه 150-200 ليرة. تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة يوم أمس مع 82 حادثا في مجال الإنقاذ والإطفاء، نتجت عنها 58 إصابة، في حين تم التعامل مع 338 حالة مرضية مختلفة. وإلى أبرز ما رصدناه في مواقع التواصل الاجتماعي، فمع بدء أعمال القمة العربية العادية 24 في قطر بحضور عدد من زعماء الدول العربية وفي مقدمتهم جلالة الملك عبد الله الثاني، تواترت التعليقات على هذه القمة. المهندس تيسير الكلوب أعرب عن إعجابه بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني للقمة العربية، مشيدا في الوقت ذاته بتفاعل جلالته مع كلمة معاذ الخطيب، حيث قال: الملك عبد الله أكثر زعيم عربي رأيته يتفاعل وفاهم كلمة الشيخ معاذ الخطيب. بعض الزعماء العرب كانوا يضعون سماعات الترجمة في آذانهم، وبعضهم كان ساهيا وسارحا. الأردني عمر العوني افتقد في القمة العربية الحالية الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حيث غرد في حسابه الخاص على تويتر قائلا: وفي القمة العربية يفتقد القذافي. إلى صفحة رؤيا الإخبارية على الفيسبوك التي نشرت أمس التقرير الذي أعده الزميل جورج برهم لنشرة الأخبار، وتم نشره على موقع القناة الإلكتروني، ويتحدث عن تغيير لون الأرصفة في شوارع عمان قريبا بحيث تعود إلى الأصفر والأسود. سعد رجب علق على الخبر فور نشره على صفحتنا الإخبارية منتقدا على الفيسبوك هذه الإجراءات، حيث قال: عزيزتي أمانة عمان، بدل إدهان الأرصفة أصفر وأسود، صيانة الطرق وضاغطات النفايات والله أهم. هذا التعليق نشره سعد أيضا على حساب أمانة عمان الكبرى على تويتر، لكن دون أن يصدر رد منها، ولكن المتتبعين لسعد أعادوا نشر التغريدة أكثر من مرة. في ختام النشرة إليكم التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: جلالة الملك عبد الله الثاني يشارك في أعمال القمة العربية التي استضافتها الدوحة اليوم. المعارضة تحتل مقعد سوريا في القمة وتطالب بإعطائها مقعد سوريا في الأمم المتحدة.
فتح وحماس ترحبان بالدعوة القطرية لعقد قمة مصغرة في القاهرة بمشاركتهما. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا للمتابعة، بأمان الله.